استاذة فوزي سعيدة، استاذة ديال الفصلة والخياطة، شعبة الفصلة والخياطة بهذا المركز. كنقوموا بدورة التكوين ديال البنات في مجال الفصلة والخياطة التقليدية والعصرية. المهم في شعبة الفصلة والخياطة العصرية والتقليدية، وبالنسبة للمركز الصناعة التقليدية كيشهد واحد الإقبال كبير من طرف الفتيات المتدربات في هذا المجال وفي جميع المجالات الأخرى، القطاعات الأخرى، من بينها الاختلاف الشعب، خصوصا شعبة الفصلة والخياطة هذه كشعبة جديدة تقريبا هذه سنتين باش دارت بالنسبة للمركز، وشهدت واحد الإقبال كبير بالنسبة لمركز الصناعة التقليدية مقارنة مع السنة الفارطة. يعني شفت واحد الاقبال كبير بالنسبه للسنه الفارطه، وكنلقاو بان زعما واحد التحسن كبير بزاف اللي ساعد بالنسبه للسنه الفارطه المتدرجات اللي تخرجوا من المركز، يعني ساعدهم بزاف باش يكونوا مقاولات ديالهم وساعدهم في ولوج ميدان الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد البيض، مكون في مركز التاهيل المهني لفنون الصناعه التقليديه شعبات الصياغه تقنيه النقش على الفضه. اولا كنبغي نقول بان هاد التلاميذ هادو جينا هاد العام دخلنا شعبه ديال تقنيه ديال النقش على الفضه اللي هي نادره في مدينه تيزيد اللي معروفه بالفضه، والحمد لله كاين الاقبال من طرف التلاميذ والرغبه في التعلم وفي النقش. الحمد لله هاد المبادره مزيانه من قبل المديريه الاقليميه للصناعه التقليديه، وان شاء الله كنتمنوا الاستقطاب اكثر ديال الشباب بممارسه هذه التقنيه هذه. شكرا. نسمع لكم انا الاستاذه فاطمه بنكور، الاستاذه ديال قانون الشغل. اذا كنشوفوا كل ما كيتعلق بالقانون ديال كل ما كيتعلق بالالتزامات والواجبات ديال كل من المشغل والاجير، كنشوفوا كل ما كيتعلق بالاجره، الحد الادنى ديال الاجر، كلهم كيتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كيفية تأسيس مقاولة، كيفية تأسيس شركة. وإن شاء الله المكونات تبارك الله شفتهم متفاعلين مع هذه المادة هذه، نظرا لأنهم دابا غادي يخرجوا لسوق الشغل، خصهم يعرفوا كل ما عليهم من حقوق وواجبات، إن شاء الله غادي تنفعهم في المستقبل ديالهم المهني. شكرا. سميتي إبرتاح فاطمة، أنا مؤطرة هنايا في مركز الصناعة التقليدية، الصالة والخياطة. الأعمال اليدوية هنا تتعلموا البنات الفصلة والخياطة والطرز اليدوي والصناعة التقليدية. السلام عليكم، معكم الأستاذ بوستة سعيد، شعبة النسيج، الخياطة الصناعة التقليدية. كنديروا الصناعة التقليدية في هذا المركز. بالنسبة للصناعة التقليدية بأنه حنا دابا كنديروا هذا الشيء ديال الصناعة التقليدية القديمة، التراث للقديم ديال المنطقه ديال تيزنيت. انا دابا عندي في هذه الحرفه تقريبا 21 سنه. هذه الحرفه تراث قديم كنبغيو نقنوه للتلاميذ اللي عندنا هنا في هذا المعهد. وبالنسبه للصناعه التقليديه القديمه ديال تيزنيت هي تراث قديم، وبغينا نشجعوا التلاميذ باش يكونوا يحافظوا على هذا التراث القديم. وبالنسبه للتلاميذ راه دابا كيتعلموا هذا الشيء بشويه بشويه، والحمد لله راه هذا الشيء دابا بغينا نطوره للقدام باش يكون تراث معاصر في نفس الوقت، تقليدي ومعاصر في نفس الوقت. والحمد لله هذا الشيء دابا راه كما قلت لكم هادشي دابا التلاميذ راه كيتعلموا شي شويه بشويه. وشكرا.